هو اهتمام غير مسبوق بسيناء الحبيبة على مختلف الأصعدة والمجالات. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جبلله الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية وكل عام وحضرتك بخير. في إطار ذكرى 41 لتحرير سيناء، كيف تشاهد سيناء في ثوبها الجديد الآن؟ اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك انا عايز ابدا واقول ان سيناء هي بقعه غاليه من ارض الوطن، ارتوت رمالها بشهدائه، هي غاليه علينا جميعا. كل اسره من الاسر المصريه لها شهيد ارتوت سيناء بدمائه، فهي بقعه غاليه بعيدا عن اي امور اقتصاديه، فهي في القلب، سيناء في القلب. ولكن هذه البقعة التي تكن في قلب قلوب المصريين تعتبر منطقة بمثابة منجم للثروات، فهي تمتلك ثروات طبيعية هائلة فيما كالبترول والغاز الطبيعي والمعادن المتنوعة، كما أنها تمتلك مقومات سياحية ومقومات متعلقة بالزراعة في نحو 175 ألف فدان متركزة في الشمال. كانت هناك الكثير من المحاولات في السابق لتنمية سيناء، ولكنها كانت محاولات محدودة تتركز في الجنوب. أما الآن فنحن أمام مشروع طموح جدا، مشروع كبير جدا بتتبناه الدولة المصرية، تكلفة بتتجاوز 700 مليار جنيه مصري. هذا الرقم الهائل وهذا التمويل الهائل هو تمويل يعني بيتجسد فيما نراه من دمج لمشروع تنمية سيناء مع مشروع تنمية محور قناة السويس من أجل تنمية حقيقية تضخ استثمارات هائلة في مجال البنية التحتية في سيناء. هذه الاستثمارات التي كان من المستحيل أن يقوم بها القطاع الخاص وحده، فالدولة تصدت من أجل تطوير قطاعات التعليم وقطاعات الصحة، البنية التحتية المتنوعة كما ذكر في التقرير السابق، من أجل تهيئة البنية التحتية وتهيئة الظروف للقطاع الخاص لكي يعمل. استثمارات هائلة قائمة على فلسفة ربط المناطق المعادن ومناطق المواد الخام مع مناطق التصنيع مع الموانئ التصديرية، فضلا عن تنمية القوى البشرية وتنمية المجال التعليم والتثقيف لأهل سيناء، وجعل سيناء منطقة جاذبة للسكان من الوادي والدلتا عن طريق ربط سيناء بستة أنفاق متطورة تابعناها وأصبحت واقعا ملموسا، لم تعد حلما ولكنها أصبحت واقعا. زمن المرور ما بين الوادي والدلتا والانتقال من الوادي والدلتا إلى سيناء أصبح زمنا بسيطا جدا. الوقت وقته يكون مهم جدا في العملية الاستثمارية بالنسبة لأي مستثمر. تم حل المشكلة التي كان يعاني منها المستثمرين من أنهم لكي يقوموا باستثمارات في سيناء كان هناك مشكلة في تأخر ثمن العبور، أصبحت هذه المشكلة من الماضي بالفعل. تم حل مشاكل الطرق، تقوم بالدولة بالفعل بنحو 3200 ألف كيلو طرق موجودة وأصبحت واقعا، فتنمية الطرق في سيناء أصبحت واقعا حقيقيا نشاهده ونسير على الطرق في سيناء. أيضا التعليم والصحة أصبح واقعا حقيقيا، نتحدث اليوم عن واقع موجود، مشروع ليس مشروعا على في مجال الخطط أو الرسوم الإنشائية، ولكننا أمام مناطق لوجستية قائمة بالفعل. ست موانئ، ميناء الطور وشرق التفريعة وبورسعيد والعريش، هي موانئ موجودة ومطورة بالفعل، المطارات تم تطويرها بالفعل، الأراضي الزراعية التي بيتم التوسع فيها من خلال استغلال المياه الصرف الصحي ومياه ترعة السلام. تابعنا محطات معالجة الصرف الصحي التي بيتم استغلالها في ذلك، تابعنا صحارة ترعة السلام، هي واقع بالفعل. مشروعات الإسكان في سيناء هي واقع بالفعل، نعيش وتعيش سيناء.
واقع تنموي متكامل في كافة المحاور بتكلفة اقتصادية كبيرة رصدتها الدولة بكل عزم وبكل تضحية تم ضخها في سيناء لتكون واقع متكامل يؤسس لمزيد من التنمية القادمة ويشجع القطاع الخاص على الدخول في سيناء واستكمال مسيرة التنمية التي تصمم الدولة المصرية على تحقيقها لتكون واقع متكامل وتكون سيناء عنصر ومحور من محاور التنمية يتكامل مع محاور تنمية تقوم بها الدولة المصرية في الصعيد. فهناك مشروع لتنمية الصعيد، مشروع لتنمية الساحل الشمالي، مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مشروع تنمية المدن. حقيقة أن التنمية في مصر هي تنمية متكاملة جغرافيا وقطاعيا، لم تعد هناك مناطق مهمشة. سيناء هي درة التاج وهي درة التنمية في مصر، وهذا ما نشاهده واقعا على الأرض بالفعل. نعم، إذن سيناء تشهد الآن تنمية حقيقية متكاملة الأركان في كافة المجالات. يعني أتحدث بالتحديد عن إنشاء مجمعات سكنية جديدة لأهالي سيناء وطرح العديد من الاستثمارات في كافة المجالات، سواء الزراعية سواء الصناعية سواء استثمارات تتعلق بالكهرباء والطاقة أو غيرها من الخدمات اللوجستية والخدمية. كيف ترى يعني نتاج ذلك لأهالي سيناء الذي عانوا الكثير والكثير في الماضي؟ هو طبعا علشان تكون هناك تنمية حقيقية لابد أن تنبع من المواطن السيناوي بالفعل. المواطن في سيناء سيما في الشمال كان يحتاج بشدة إلى مشروعات إسكان، كان يحتاج بشدة إلى استثمارات هائلة. سيناء بتمتلك في الشمال قطاع زراعي مهم يمكن أن يكون مجالا لخلق فرص عمل لأبناء سيناء ولتلاقيهم مع من ينتقل إليهم من الوادي والدلتا، بحيث يكون هناك شراكات تنموية في القطاع الزراعي. فكان قطاع الإسكان هو مهم من أجل بناء تنمية في الشمال على وجه التحديد، فضلا عن أن قطاع الإسكان سواء في الشمال أو في الجنوب هو قطاع قائد للتنمية، لأنه بيقوم بتشغيل شركات يعمل فيها المواطنون. فهذا القطاع كان قطاع مهم جدا. مع قطاع الإسكان كان لابد من أن يكون هناك تطوير في القطاع الصحي، وشاهدنا نهضة كبيرة في القطاع الصحي في المستشفيات في الشمال والجنوب، كما شاهدنا تحفيز للأطباء بحوافز في الرواتب من أجل تشجيعهم من على الانتقال والحياة في سيناء. المواطن السيناوي الآن الذي أصبح يتمتع بقدرات هائلة في مجال الصحة والتعليم، هو لديه أيضا جامعات له فيها ميزة نسبية في الدخول والالتحاق بالجامعات المصرية. شباب سيناء لهم ميزة نسبية في الدخول في جامعاتهم. كل هذا بيؤسس لتنمية المواطن السيناوي الذي هو على أساس التنمية في هذه البقعة من سيناء، ويتم تقديم الكثير من الدعم للمواطن في سيناء من أجل التنمية في كافة المحاور الأخرى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي.